شنديا بتحت المدام ناني. هنقف احنا الثلاثه هنعمل دوريه. معلش معلش، احنا الثلاثه نعمل مثلث، ما ينفعش نعمل دوريه. لا بلسم باشا ما تبقاش ضيق، اسمع كلام البنيه للاخر. يا استاذ ما تقاطعنيش، انا هقولك هنعمل الدوريه ازاي. هنعمل دوريه وهنقف احنا الثلاثه كده نحلق على السمك، هوب هنقفشه. فكره حلوه، نحلق على السمك ده لو بنحلق على فراخ تبقى فكره هايله. وبعدين بغض النظر لو حتى برضه عملنا وحلقنا على السمك ومسكنا السمك، ما هو يزفلط مننا، لان السمك فيه ماده زفلطيه. ايوه الفوسفور. يا ريت يا جماعه اللي عنده فكره محترمه يقولها. ايوه لقيتها. قول. فكره حلوه قوي. قول يا فرج. لو ينفع نجيب من اي حد صباع ديناميت احنا ممكن نطلع بشقله حلوه قوي من الميه. هو للاسف يا فرج انا اخر صباع ديناميت معايا لسه طافين من شويه. يا ريت يا جماعه اللي عنده فكره محترمه يقولها. انا عندي فكره تانية. اتفضلي. هنجيب تشت وهنسقطه في الميه كده، هون هيطلع مليان بخيرات الله باذن الله، وكل واحد ورزقه. قصدك كل واحد وتشته. تقتلش يا استاذ. يعني بحاول ابقى زيكم كده. هو بص يا ست الحسن، هي فكره التشت دي فكره عبقريه بجد، عبقريه مش بتريق عليك، بس السؤال بقى هنجيب التشت منين؟ شوف شوف السؤال الساذج. قولي له قولي له هنجيب التشت منين؟ هي اللي تشت بتتجاب منين؟ من عند بتاع الساكسونيا. طب يا جماعه معلش، عشان بس ايه يعني ما ازعقش واتعصب وانتوا تزعلوا مني، يا ريت نخلي في يافطه كبيره قدامنا مكتوب عليها. استنى هنجيب اليافطه منين؟ قصف جبهه والله. لا اصلك هتعجزني هعجزك. انا مش عايز اعجز حد، احنا عايزين نفضل شباب كده مع بعضينا. بص يا ست الحسن، هي يافطه مش ملموسه يعني محسوسه، يعني نخلي في معلومه قدامنا بتقول ان احنا تايهين في جزيره ما فيهاش ناس، ما فيهاش بتاع ساكسونيا، ما فيهاش بتاع ديناميت. يا استاذ ربك الكريم اللي قادر يجمعنا هنا هون من غير ميعاد، قادر يخلينا نلقى بتاع هلال والنجمة هنا هون. صح صح، وقادر برضو يخلينا نلقى بتاع سمك هنا هون. مظبوط، لان ربك رب قلوب. بالظبط، وربك مع المنكسرين جابر. اه والله والله يا شيخه، ده انت فله. ايوه لقيتها. لقيت ايه؟ لقيتها الفكره. قولها لها. لا لا قولها لها، انا اتكلموا انتوا مع بعض. انا دلدول يا جماعه، اللي انتوا تتفقوا عليه انا هعمله. احنا ممكن نكهرب الميه يا فاجر، ساعتها ممكن نخرج بشعلة حلوة قوي من المية. سمك، جمبري، سبات، كابوريا، استاكوزا، ترسة. ترسة مطرح ما ترسة. ومطرح ما ترسة دقيلة. وشارع ترسة. معلش هقطع ساعة الفرفشة دي، بس أسأل سؤال يعني. دلوقتي أنت عشان تكهرب طبعا المية هتكهرب البحر كله. اه كله، من نصه؟ يعني محتاجين كهربا كبيرة. اه طب ما انت كده يا اخي فرج هتضطر تقطع الكهرباء عن الجزر الثانيه. الجزر الثانيه؟ اه ما تتحرق الجزر الثانيه ولا يموت الناس اللي في الجزر الثانيه، انا عايز السمك اللي هنا. يا استاذ بدل ما انت عمال تعقربها لنا كده هون وتكسر في مقاديفنا، ما تقول لنا على الحل. صح، بدل ما انت عمال تكسر في المقاديف بتاعتنا اديها لنا على الاقل نقدف جوه. طب يا جماعه، هو في فكره قد تبدو غبيه بالنسبه لكم، بس فكره يعني اسمعوها مني. في اي فيلم، اي فيلم عربي اجنبي اي حاجه، لما ناس زينا كده بيتوه في جزيره زي دي علشان يروحوا يصطادوا سمك بيعملوا ايه؟ ايه؟ بيجيبوا خشب كبير كده يسنوه يبقى عامل زي الحربه، فيروحوا يرشقوه في السمكه يصطادوا السمك. زي فيلم المنبوذ. هو انت ما شفتيش غير فيلم المنبوذ؟ ما شفتيش فيلم المشبوه؟ نفع ولا ما نفعش؟ نفع نفع، احنا بقى عايزين نعمل الفكره بتاعت فيلم المنبوذ. معلش بقى كابتن باسم، بس بعايزك لو سمحت يعني. طب. حضرتك قلت يعني ان في يافطه كبيره لازم نحطها قدامنا، ويافطه محسوسه مش ملموسه، ان الجزيره دي مش عليها اي حاجه خالص. مظبوط. هنجيب منين الخشب يا سيد محترم؟ ما هو لو تبص قدامك كده يعمى القلب والبصر والبصيره، لو تبص قدامك مش هتلاقي الخشب على الجزيره دي. خشب ايه؟ ما فيش غير شجر. وهو الشجر ده بلاستيك يا فرج، ما هو خشب يا حبيبي. وحضرتك بالفقاقه اللي انت فيها دي ما قلتش الفكره دي ليه واحنا لسه على البر؟ جاي تقولها بعد ما نبل وبقينا في موقع الحدث؟ نبل؟ انا اسف معلش، يعني جات لي الفكره دلوقتي. يلا بينا. يلا اسمك ايه؟ فرج. فرج ولا ميعاد؟ والله احنا شكلنا هنجيب له السكر. سكر حلو الدنيا سكر. ما تفك كده يا بلسم باشا، يعني احنا في رحله صيد. انا اسف فرج، طفشتوا السمك والله بروح الفكايه بتاعتكم. تعالى بس تعالى بس، انت بس يعني متنرفز قوي. ها طمنيني يا عروسه، اخبارك ايه دلوقتي؟
الحمد لله ده انا بقيت زي الفل. ده الوصفه اللي حضرتك اديتهالي دي تقولش صح؟ هو حضرتك دكتور بطني؟ لا انا مهندس معماري بس بفهم في الخرسانه كويس قوي قوي قوي. ايوه بس يعني برضك حضرتك بتشتغل ايه؟ لا انا ما بشتغلش، انا وارث، عندي حاجات كتيره قوي بشغلها يعني. يعني عوض لي؟ بس شيك. ايوه انت اتجوزتوا خلاص ولا لسه مخطوبين؟ لا اتجوزنا خلاص. مبروك. الله يبارك في حضرتك. شكلكم كنتوا بتحبوا بعض من زمان. ايوه من كيشي. منين؟ كيشي. محافظة كيشي معروفة دي. لا احنا من الصعيد. ايوه ما نقطة كيشي تبع محافظة الصعيد. يمكن. من اول نظرة ولا مقابلات ومواعيد وحاجات كده؟ لا مش من اول نظرة. ولا اول ابدا. ايوه ومن اول لفه. انت عارف حضرتك ده بيحبني جو وبيقعد يكتب فيا شعر. ده اخر قصيده كتبها لي كانت على فخدي. بيكتب في مناطق غريبه. ما ده بس الكلام كويس. ايوه وبيقعد كمان يسترسل وعارف هو عسل كده وكل البنات حاسدين عليه. ده من كتر نبروم الطياره وقعت. يا ساتر يا رب. معلش دي أقدار بس الحمد لله جت سليمة. مرة جاية تركبوا الطيارة من طياراتي. بجد؟ أنا عندي 2 بوينج واحدة جامبو. أنت بالذات هترتاحي في الجامبو أوي أوي. يا رب يكرمك يا رب يا بيه. الجو مخنوق هنا مش عارف ليه أوي. معلش أنا جايب تكييف معايا. إيه ده؟ تكييفي. الله تحبي تتكيفي؟ يا ريت. الله ايه رايك؟ ده حلو قوي. لا انا جميل قوي. ابا ابا قلت والله ماني ماشي ما تجيبوا شوي. الله بالحاس يا عربي، وانت بتشتغل ايه؟ تقدر تقول عالم. وعهد الله يا ما حسن الصدف. طب ليه عندك طلب صغير؟ البنت بتختي خرسي ما بتتكلمش، فعايزينك يعني تزقها لنا زقه كده يمكن تقول كلمه كلمتين يعني. لا ما ينفعش يا استاذ عربي، كلمه واحده يعني ان شاء الله تقول كخ وماما والمحظوظ ضهرهم. يا حبيبي ما ينفعش، انا عالم مش ساحر. اسكت يا سرمنتي. انا فاهم انت بتتكلم في ايه. عندي طلب صغير كده، البنت اللي بنت اخويا تقدم لها كام عريس، بس يا ريت تقول كده معمول لها عمل سفلي والعياذ بالله. عايزين نفكه له. يا حبيبي يا حبيبي انا مش دجال، انا ساحر ساحر، انا عالم، انا ابن كلب اللي جيت معاكم انتوا. ممكن ندور على وكل واحنا ساكتين؟ ما كل الجنينه دي كلها ما فيهاش ولا صجري عليها فاكهه. جنينه ايه يا صار منتي؟ دي عزبه. جناني عزب. جناني عزب. جناني بس جنينه ايه وعزبه ايه؟ دي غابه. غابه عبد الرازق هي فين؟ غابه عبد الرازق دي غابه اللي احنا غلبناه 1-0 بجول محمد صلاح. انت ليه مجتهد؟ يعني ليه بتجتهد وبتنقل الحروف؟ غابه النقطه تحت طلعتها فوق وخليتها غاني. بس يا اخوانا يا اخوانا دي غابه، ما تخلونيش اتغاب عليكم. طب وايه الغابه دي؟ اهي دي الاسئله، دي الاسئله اللي جاوب عليها واحد عالم. الغابه دي ما هي الا مساحه ارض واسعه يتميز لونها باللون الاخضر، واللون الاخضر هنا راجع منبته الى لون النبات الذي ينبت في تلك الارض، فهناك من النبات ما هو شجر وما هو زرع وما هي جنينه. هي كده صح. انا اول مره اشوف نخله بتطرح زلط. زلط ايه؟ اهو ايوه صح ده زلط. ايه دي؟ ده جوز هند. ولقينا جوز هند. ده جوز هند؟ يستحيل يكون ده جوز هند. جوز الهند يا دكتور باشمهندس عربي اسمع لعلك تستفيد. بيبقى ابيض صح مبشور صح، بيبقى معاه زبيب وكوز ولوز وكاجو، وبناكله على السحلب عند عم شلبه في القهوه. عم سمحي شلبه شلبه. بس ازمتكم في المكسرات. هنعدي على اي شجره رز بلبن من عند الملكه هطلع اجيب المكسرات. اهم حاجه دلوقتي نفكر ازاي هنجيب جوز الهند. ده موضوع صعب قوي يا اخوانا. بس على مين؟ اوه ده عايزه واحد خفيف. طب ما تسيبني انا. هسيبها ما تفكرش. اجرب. تجرب ايه؟ انا جربت وما عرفتش، انت هتطلع يعني؟ نزقيه؟ نزقيه ازاي؟ دي نخله يا حبيبي نخله. احنا نزقلها بالطوب؟ ايوه. بس ازاي دي بعيده برضه. طب انا عندي حل. ايه؟ سيبني اجرب كده. قول. هتعمل ايه يا مجنون؟ بحرام يا غبي.
اي حاجة تسقط من فوق. بس يا اخوانا احنا ايه الحل؟ طيب احنا نقلب النخلة، ناخد جوز الهند ونعدلها تاني. ايوه كل حاجة. ايدي الحق يا جماعة. ايدي يا ابن القرد. ايدي شوف صدق اللي سماه قرد. فكرتوا في اللي انا بفكر فيه؟ طبعا احنا نذبح القرد ده ناكله. ليه الاجتهاد المتخلف؟ ما ربنا رزقنا بواكله قدامنا، نروح احنا نسعى وناكل المحرمات؟ محرمات ايه؟ وده خنزير. بس ده ناشفه عند عم سمحي، بيكون طريه وبيكون عضل. يحرق عم سمحي، احنا المهم هنفتح دي ازاي دلوقتي؟ اقول لكم ايه؟ تعالوا ورايا وانا هتصرف. يلا. الف شكر يا ابو الواجب. ايه الجمال دي؟ بس ما كانش نردي وقعتنا 10 12 15 واحدة من دين أهل الجزيرة. وإيه اللي جاب سيرة أهل الجزيرة؟ هم لقوها زينا ولا قعدوا يكسروا فيها سنة؟ طيب أنا هشرب. بسم الله الرحمن الرحيم. راح فين؟ أنا اللي هشرب. ليه؟ أنا الأول. لا أنا الأول. أنا اللي هشرب. لا أنا اللي كسر يا شباب. إحنا نلعب ونصلح. لا نلعب ورفع. صلح. رفع. صلح. رفع. بس. نلعب كلوبامية على مين يلعب صلح ومين يلعب رفع. يلا. ونسيبها. يلا. كيلو بامية. بايزي. كيلو بامية. أنا اللي كسبت. لا عيودي. عيودي. عيد. أنت بتخوم. أي. كيلو بامية. يا ابن الحرامية. طب ما تقول له حاجة ولا رجع حاجة. يعني هيفهمني؟ أوفك منه كتير يمكن فهم له غدر. يا ابن النصحي يعني هو حدفهني وإحنا قشرناها له وهو الشدة في الأخير. يا إخوانا القرد بيعلمنا أول درس في الرحلة. هو الطمع.